حصل معايا سارة باين ولا ايه؟ مش عارف، قالت لي اسمي سارة عابدين. انت بنت حسن عابدين؟ جدك؟ الله اكبر، ده احنا بنحبه قوي. دي سارة دي بتشتغل معانا هنا وجات جديدة. فبقول لها متجوزة، قالت لي عندها بنت اسمها تاليا. اسمي حلو قوي تاليا. قمت انا قلت لها تاليا، فرد ورد قال لي لا، تاليا دي يعني النخلة الصغيرة، يمكن هي تاليا برضه يعني في اللغة العربية تبقى تدي نفس المعنى. بس حاجة حلوة قوي ان تشتغل معايا حفيدة حسن عابدين، ده كان صاحبي الله يرحمه. الله يرحمه كان فنان جميل. يعني مبسوط انا بسارة. بص بقى نسمع التقارير وبعدين نتكلم مع بعض بقى في ايه بقى رحلة العائلة المقدسة الجميلة اللي شرفنا بيها في مصر. يعني اهي الصورة جميلة، يعني نشوف بقى ايه اللي مصورين ايه زمايلنا. يلا شرفت مصر باحتضان العائلة المقدسة لمدة 3 سنين ونص، وهي المدة اللي استغرقتها العائلة المقدسة في رحلتها لمصر هروباً من بطش هيرودوس اللي اعتقد أن السيد المسيح عليه السلام هينزعه في ملكه، فأراد التخلص منه بذبح جميع أطفال بيت لحم من سن 2 سنين فأقل. دخلت العائلة المقدسة مصر عن طريق رفح، وهي مدينة حدودية منذ أقدم العصور، وتم العثور على بقايا من كنائس في طرقات الفارما، آخر مدينة في سيناء مرت بها العائلة المقدسة ومن أهم مراكز الرهبنة. ثم دخلوا تل بسطة، ولكن أهلها لم يحسنوا استقبالهم فتوجهوا إلى مكان مقفر في مسترد وأقاموا أسفل شجرة حتى اكتشفوا بئر مياه اغتسلوا فيه، وأطلقوا على ذلك المكان اسم المحمى. وواصلت العائلة الهاربة من وجه الملك الطاغية السير حتى وصلوا إلى بلبيس بمحافظة الشرقية. لم تتوقف رحلة سير العائلة المقدسة حتى اتجهوا غرباً إلى منطقة البروبوس وأقاموا في قرية تدعى شجرة التين، ولم يجدوا قبولاً من أهل المدينة حتى غادروها فور وصولهم متجهين إلى سخن. وهناك شعرت العائلة المقدسة بالعطش ولم يجدوا ماء، وكان هناك حجراً أوقفت العذراء طفلها فانطبع أثر قدميه عليه ونبع من الحجر ماء ارتووا منه، وإلى الآن تعرف المنطقة باسم بيخا إيسوس أي كعب يسوع. واتجهوا إلى وادي النطرون بعبور الفرع الغربي للنيل، وهو المكان الذي يشهد 3 أديرة عامرة باسم السيدة العذراء، ومنها توجهوا إلى المطرية التي تعتبر من أقدم المناطق المصرية. ووجدت العائلة الصغيرة شجرة في ذلك المكان لتستظل بأوراقها، وتعرف اليوم بشجرة مريم، وتعتبر مزاراً سياحياً مهماً في تلك المنطقة. في الفسطاط بمصر القديمة اختبأت العائلة المقدسة في مغارة صغيرة، وهي الموجودة الآن بكنيسة أبو سرجة الأثرية، ويوجد بجانب المغارة بئر ماء قديم. في المعادي مكثت العائلة المقدسة عدة أيام، وبنيت هناك كنيسة تحمل اسم السيدة العذراء، ومنها إلى جنوب الصعيد عن طريق النيل إلى دير الجرنوس بالقرب من مغاغة جبل الطير حيث يقع دير العذراء مريم. ويعتبر الدير المحرق من أهم المحطات التي استقرت بها العائلة المقدسة، ويشتهر هذا الدير باسم دير العذراء مريم. تعتبر الفترة التي قضتها العائلة في هذا المكان من أطول الفترات، ومقدارها 6 شهور و10 أيام. وبعدها اتجهت جنوباً إلى أن وصلت إلى جبل أسيوط حيث يوجد دير درونكا، وتوجد مغارة قديمة منحوتة في الجبل. ويعتبر دير درونكا هو آخر المحطات التي التجأت إليها العائلة المقدسة في رحلتها إلى مصر، والتي استغرقت 3 سنوات ونصف باركت فيها أرض مصر وشعبها لتقرر العودة إلى فلسطين بعد التأكد من خبر وفاة الملك هيرودوس. السلام على العذراء مريم وعيسى عليه أفضل الصلاة والسلام. يا سلام، حاجة حلوة جدا جدا. يعني أنا انبسطت كمان من الدكتور وسيم امبارح، الكلام حلو قوي. يعني وانت بتعرف معلومات بحس يعني إحساس مختلف كده، مش إن إحنا متفوقين على الناس أو إحنا أحسن، ما فيش حد أحسن من حد، بس عندنا تاريخ وعندنا روحانيات جميلة وعندنا حاجات حلوة. يعني أنت غني صحيح، إحنا فقراء وحالتنا يعني اليومين دول مش تمام، لكن معلش شوية وبعدين شوية والدنيا بتتغير. الدنيا بتتغير، بص للدنيا مثلا، انت بص كده هات اي، افتح على النت كده وشوف الدنيا مثلا، هات اي دوله تعجبك، اي دوله، وشوف اخبارها ايه كانت من 200 سنه مثلا. يعني فمش مشكله، الدنيا بتتغير، 200 سنه دي في حكم التاريخ ما تسويش حاجه، لكن احنا شرفنا
بأقدام العذراء مريم وأقدام الطفل الجميل السيد المسيح عليه السلام ماشي في مصر. والرحلة جميلة يعني، يعني أتمنى أن أنا أشوفها مرة في مسلسل حلو، هذه الرحلة الجميلة. يعني ده طفل بقى مفيش تجسيد ولا حاجة من الحاجات اللي عاملة لنا مشاكل دي، ونشوف ستنا مريم ونشوف ده يوسف النجار اللي كان معه. يعني على كل حال في حاجة حلوة جدا عملها مصر في برنامج عندنا في قناة اليوم نهار اليوم اسمه مصر تستطيع، استضاف مجموعة من العلماء والناس يعني مهمين جدا جدا عملوا انجازات رائعة. ضمن الحاجات دي زميلنا الأستاذ أحمد فايق زميلنا إعلامي ومذيع، أنا اسمعي ليش يزوريني ما بحبش كلمة إعلامي دي، هو مذيع معانا وبعدين بيعمل بقى حاجة لطيفة جدا. من ضمن الناس اللي هم عندهم أفكار وإنجازات عالمية الدكتور مسعد مجاهد، هيجيبه ده دكتور مهم، هيجيبه يوم 18 يناير يعالج الناس كده مجانا. فطبعا نشوف ايه حكاية بقى مين هو الدكتور مسعد مجاهد وايه الحكاية من زميلنا الأستاذ أحمد فايق. أستاذ أحمد مساء الخير يا فندم. محمود واهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. ايه بقى قصه الدكتور مسعد؟ احنا يا استاذ محمود ضمن يعني مصر تستطيع عاملين مبادره اسمها وقتك لبلدك. وقتك لبلدك، اي مظبوط، مع مؤسسه اسمعونا في امل، انه احنا بنستغل لما بيكون في عالم مصري في مجالات مختلفه بيعمل زياره لمصر، وده بيحصل بيزوروا كتير يعني. طبعا. طيب بنحاول نستغل وجودهم في مصر في خدمات عامه بقى، علاج غير قدرين، تدريب كويس. محاضرات في كليات الهندسه او في كليات العلوم المختلفه. بدانا الحكايه دي مع الدكتور هشام عاشور في مستشفى الجلاء العسكري، بعد كده عملناها مع الدكتور ابراهيم الدكوري اللي هو جراح المخ والاعصاب العالمي. طبعا. وثالث مره يوم 18 يناير هتكون مع البروفيسور مسعد مجاهد. مسعد مجاهد هو قيمه علميه كبيره جدا جدا لمصر استاذ محمود، لانه اكتشف جين جديد في جسم الانسان مسؤول عن سرطان الجلد. وحاليا دلوقتي في اكتر من 100 باحث في العالم شغالين على هذا الجين عشان يطلعوا علاج ليه، وهو جين يعتبر يعني هو استاذ احمد متخصص في سرطان الجلد ولا هو متخصص في الامراض الجلديه؟ الامراض الجلديه بشكل عام والصدفيه وغيره، لكن انا بقول لحضرتك انجازه العلمي الذي حوله من طبيب الى عالم مشهود له في بلاد العالم المختلفة. طيب هو بقى ازاي الناس تجيلنا بقى وتروح عن طريق حضرتك للدكتور مسعد؟ يعني تتصل ازاي تعمل ايه يعني؟ مظبوط، احنا عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها مصر تستطيع. في صفحة على الفيسبوك في قناة النهار اسمها مصر تستطيع. مصر تستطيع. كويس. الصفحة دي فيها كل وسائل الاتصال، الموبايل والايميل اللي ممكن يتبعت عليه. وهو اليوم ده يعمله الدكتور مسعد مجاهد في مستشفى وادي النيل يوم 18 يوم. هو يوم واحد. يوم واحد لغير القادر. كويس. وده شرط مهم جدا يا استاذ محمود، لانه القادر ليه 1000 مستشفى وليه 1000 دكتور، فاللي يتصل بينا لازم يكون غير قادر اولا. طيب. ثانيا تكون الحاله مستعصيه تستحق. ما ده اللي انا عايز اقوله بقى، يعني هو دلوقتي كل الحالات ربنا يشفيهم جميعا اللي ليها علاقه بالجلد، امراض الجلد. مظبوط. مش ضروري يبقى عنده سرطان ولا حاجه. مظبوط. انما ممكن يكون عنده مرض جلدي في مشكله. احنا بنتكلم يا فندم على الصدفيه والاكزيما. طبعا والارتجاج كتير واللي هي الامراض الوراثيه اللي بتعمل فقاعات، لكن اللي بقصده لحضرتك انه احنا محتاجين الامراض المستعصيه التي اللي احنا مش قادرين نعالجها هنا في مصر. طيب هذا الرجل خبره نادره. طيب. فاحنا عاوزين نستغله مش في الحاجات اللي يقدر يعملها اي دكتور في مصر. استاذ احمد انا بحييك على الشغل دوت وبشكرك شكرا جزيلا. استاذ احمد فايق زميلنا في مصر تستطيع، دكتور مسعد مجاهد عالم كبير في الأمراض الجلدية واشتغل في سرطان الجلد، اللي عنده معضلة وظروفه ما تساعدوش يجي، واللي عنده معضلة ومش عارف يتعالج يجي برضو، متهيألي كده يعني يجي برضو، لأن ده عندنا عالم كبير موجود يوم كامل في مستشفى وادي النيل. هو الشعار بتاعهم غير القادرين فقط، يعني أنا معلش يعني هما طبعا هما يعني كويس، اللي قادر يروح بقى لدكتور تاني، اللي مش قادر يجي يخش على في الصفحه بتاعتنا، يخش نهار يعني ويخش مصر تستطيع، ومن مصر تستطيع هيلاقي احمد فايق وهيلاقي الدكتور مسعد مجاهد. واحنا الاسبوع الجاي برضه هنأكد عليكم مره تانيه ان شاء الله. قصر الدباره،
قصر الدبارة اللي كانت عملت شغل معانا جامد جدا في ثورة يناير. ايوه اسمها ثورة يناير. اه تعالوا نشوف، دي اشهر كنيسة انجيلية في مصر. لما نتكلم عن الكنيسة الإنجيلية في قصر الدبارة هنا، هي بتقع في ميدان التحرير، كان في مجمع التحرير. الكنيسة انشئت بالقرار الملكي سنة 1948، وعندنا النهاردة أكثر من 8000 شخص بيتعبدوا في الكنيسة خلال الأسبوع. الكنيسة الإنجيلية في مصر تعني من سنة 1850، وهي نشأت وابتدت أصلا في أسيوط، وبعدين امتدت لكل نواحي الجمهورية. لكن أهم حاجة وركيزة في الكنيسة الإنجيلية هي الاعتماد على العلاقة الشخصية ما بين الشخص والله، أي أن دور الكهنوت ودور القسيس في الكنيسة الإنجيلية يكاد يكون ثانوي جدا مقارنة بالطوائف الأخرى. المعتقدات بتأثر على طريقة البناء إزاي؟ في الكنيسة الأرثوذكسية يؤمنوا جدا بالهيكل، الهيكل بتاع العهد القديم، وإنه لازم تقدم قرابين وتقبل من عند الله. نحن نؤمن ككنيسة إنجيلية أن المسيح هو القربان وهو الذبيح الأعظم، عشان كده مش محتاجين يكون عندنا هيكل، لأن المسيح هو الذبيح اللي مات عشاننا. القداس أو الصلاة بتشمل الترنيم، شكر ربنا، الاعتراف بالخطية، وبعدين بتيجي كلمة من الإنجيل أو كلمة وعظ بتحس المستمع على محبة الله، مخافة الله، حبه لأسرته وحبه للناس اللي حواليه. تاريخ قصر الدبارة، يعني كل الحالة اللي احنا قاعدين فيها في جاردن سيتي دي اسمها قصر الدبارة، والكنيسة لم تكن يوما قصر وتحول إلى كنيسة، هي كانت كنيسة صغيرة. وبعدين صدر القرار الملكي سنة 1948 زي ما قلت، واتبنت على هذا المنوال والشكل اللي احنا موجودين فيه. كنيسة قصر الدبارة لها دور متميز جدا في المجتمع المصري، لأنها بتؤمن بأن هي كنيسة بلا أسوار، كنيسة عايزة تخدم الناس وعايزة تخدم المجتمع. عشان كده عندها بعض الفعاليات والأنشطة المؤثرة جدا في المجتمع. اشتهرت اسم الكنيسة نتيجة مواقفها الوطنية عبر التاريخ الإنجيلي كله، ولا سيما في ثورة 25 يناير وما تلاها من فعاليات وأنشطة اشتركت فيها الكنيسة، من تحويل الكنيسة لمستشفى ميداني، ارتباطها الوثيق بجامع عمر مكرم. فاحنا نؤمن ان رسالة الكنيسة نشء مواطن صالح يعبد الله بحب وبخوف ويخدم مجتمعه. والمسيح قال تحب ربنا تحب جارك، تحب ربنا تتقرب من الناس ويكون ليك علاقات ممتازة معهم وتخدمهم. كنيسة قصر الدبارة حاجة يعني من الكنائس الجميلة، بنعتز بيها جدا وجنبينا، وكان ليها نشاط معانا طول الوقت. يعني اتعمل فيها فصل كده مش لطيف زمان، بس بقى مش عايزين يعني نوقظ الآلام. يعني كانت منورة كده في ميدان التحرير، كان اسمه ميدان الإسماعيلية زمان، وكانت كده. بعدين بقى معلش، في أفكار بتبقى ده اللي احنا بنقوله، زيارة الرئيس السيسي للكنيسة شيء تاريخي كويس، بس فيه رواسب بقالها سنين أذت ناس كتير عايزة تتعالج علاج حقيقي. إذا كنا عايزين نتخلص من الحكاية دي مش نحطها من شتات جرايد. سيادة الوزير هاني ضاحي، لا خلاص مش تقارير بقى، خلاص لا خلاص بقى عشان الشيخ خالد، لا هناخد سيادة الوزير وموجود معانا على التليفون نطلبه على الفدية ديت، ماشي، لان خلاص مفيش تقارير بقى عشان الشيخ خالد. يلا نشوف نظبط الوزير على التليفون. سيادة الوزير نعمل حمل، يعني اقرا التاريخ، خش وانت تعرف ايه اللي منشا اتبنى قبل مين، وايه اللي اتبنى بعد مين، وايه اللي حصل، وازاي في مبنى كده اتعمل يعني خباها كده، في حركات بتحصل.
هنا الدولة، هنا الدولة. عظيم ان الرئيس يزور، يزور كويس، لكن الاعظم بقى والاهم، مش الاهم مش معنى كده ان الزيارة مش مهمة، لا مهمة جدا، لكن بقى اللي هو يحمي المجتمع من خلافات تودينا في مشاكل احنا في حل منها تماما وما نعرفهاش، لان احنا في ناس راحت ورجعت كتير قوي قوي مليين مصر بفكر تاني، فقعدت تدوس وتقول فلان قال وفلان عاد وفلان زاد وفلان عمل وقصص ما انزل الله بها من سلطان. يعني إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. يعني يعني إحنا نبص شوف هنعمل إيه، هنعمل إيه؟ لسه المشكلة موجودة، ولسه الناس تقول لي ده تهمس، تهمس بآراء شاذة ما نعرفهاش لا في قرآن ولا في سنة ولا في أي حاجة خالص، ولا موجودة عندنا خالص يعني. لكن تقول إيه بقى؟ معلش. طب ناخد الوزير مع الشيخ خالد الجندي ان شاء الله، ونطلع فاصل ونلتقي مع وزيرنا اللي يكلمنا، ومعانا الشيخ خالد الجندي ان شاء الله يكلمنا عن السيدة العذراء مريم البتول. فكرة المركز الكاثوليكي المصري للسينما بنيت على منشور كان لقداسة البابا بيوس الحادي عشر، بعد منشور لأساقفة أمريكا، وكان منشور باباوي رسمي، إن هو بيقول يا جماعة في اختراع جديد اسمه السينما، وهذا الاختراع اللي كان في بدايته كان سنة 1936 ما تخافوش منه. عام 1949 الأب بطرس فرانسيدس مع مؤرخ سينمائي الأستاذ الراحل فريد المزاوي قالوا احنا كمان عاوزين نهتم بالسينما المصرية، عندنا سينما جميلة جدا ونهتم بيها ازاي، فبدأ الاهتمام بانه يعملوا المركز الكاثوليكي في هذا العام، وقالوا ان الهدف بقى يكون منه يشجع كل الافلام بالفعل، بس على اساس انه هيكون كمان فيها بعد كده مهرجانات بتعتمد على النواحي والمعايير الاخلاقية الانسانية الفنية. وبناء على ذلك سنة 1952 بدأ أول مهرجان للمركز الكاثوليكي المصري للسينما وعلى هذه المعايير وهذه الأهداف، وشجع بالفعل كل صناع السينما، وكمان في أعمال إنسانية زي أنشطة أخرى تحت اسم يوم العطاء، ويوم العطاء ده بنختار شخصيات كثيرة مختلفة من المجتمع ليهم دور، وخدنا أسماء شهداء بعد ثورة 25 يناير، وخدنا أسماء من الأشخاص الراحلين اللي ادوا دور في المجتمع المصري. وعلاوة على كده في زيارات لنا مكثفة للمرضى، فنانين المرضى بنهتم بهم جدا. المركز الكاثوليكي للسينما هي القاعة في الرئيسية دي، المسرح اللي احنا فيه، وكان طبعا في الخشبة دي كان موجود حتى مكان للأوركسترا. عندنا في المركز في بقى كمان اللي هو المكتب اللي فيه الأرشيف، أقدم أرشيف على مستوى الشرق الأوسط، عندنا أفلام كل ما كتب عن الأفلام أو الفنانين من عام 1927 إلى الآن. في بعد كده بينتمي في الكنيسة، كنيسة سان جوزيف وقاعة كنيسة سان جوزيف، لكن المكان الرئيسي في الاحتفالات بتاعتنا بيكون هذا المكان. رسالة الفن والدين هي رسالة قوية جدا، لأن دلوقتي لو مثلا احنا عارفين قد إيه الفنانين وكل صناع السينما محبوبين وليهم تأثير عالمي، فلو جينا احنا كرجال دين وشجعنا السينما والأفلام الهادفة الأخلاقية هنوصل رسالة قوية. أنا بعتز جدا فيلم حسن المرقص، أنا في عبارة قوية جدا بالنسبة لي أنا بعتبرها بالفيلم كله، ماليش دعوة بالناحية الفنية، اللي هي قالها عمر الشريف لما سأل عادل إمام، بيقول له لو المسلم صلى في الكنيسة أو المسيحي صلى في المسجد ربنا يقبل صلاته؟ قال له طبعا ربنا بيقبل صلاتنا مهما اختلفت ومهما اختلف المكان. إحنا في هذا المكان بنبدأ بدل دي أحداد بنقول نصلي مع بعض بصوت عالي الفاتحة على روح الشهداء مع أبانا الذي في نفس الوقت. أنا بهني الشعب المصري كله من قلبي، أولا بحلول عام 2015، وبدأ هذا العام برسالة جميلة جدا بعتبرها رسالة من ربنا لينا كلنا، باحتفال بالمولد النبوي الشريف واحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح. هذا الاحتفال بيجعلنا كلنا نتحد جميعا قلوبا بالفعل وأفكارا وفرحا.